أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو أحمد الحقيقة الشيخ صالح الفوزان أرسل بسؤال جيد وجميل ونريد أن نبسط فيه القول. يقول فيه الأخ أحمد: أنا أحب السنة وأكره البدع والخرافات، ولكن فضيلة الشيخ الردود على أهل البدع والزيغ، يقول بعض الناس لم يكن من منهج السلف، وإن كتب الردود لا ينبغي أن تنشر إلا بين طلبة العلم. نرجو من الشيخ صالح أن يوجهنا في ضوء هذا السؤال. كما ذكر السائل، الردود لابد أن تكون صادرة عن أهل العلم الذين يتقنون الرد، يعرفون الخطأ ويتقنون الرد عليه بالدليل من الكتاب والسنة. ونشر الردود هذا واجب، لأنه تعليم للمسلمين. إذا نشر هو بدعته، نشر هو أخطاءه على الناس، فلا بد أن تنشر الردود الصحيحة عليه من أجل إزالة ضرر البدعة وضرر الأخطاء. لابد من هذا العلاج. إذا أخفيت الردود انتشر الشر في الناس وراجت البدع، ولابد من نشر الردود الصحيحة. كل الردود، الردود الصحيحة الصادرة عن أهل العلم الذين يعرفون البدعة ويعرفون الخطأ ويعرفون كيف يردون عليه من الكتاب والسنة. نعم.